ده تعظيم لقيمه العمل يا جماعه بكل معاني الكلمه. على فكره احنا ما خدناش بالنا انه من ضمن المدعوين النهارده في هذا او في ملحمه الوفاء، احنا اتكلمنا على انه اعضاء مجالس الاداره السابقين وجهت الدعوه ليهم جميعا وعدد كبير حضر، لكن الحقيقه لفت نظرنا ام اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب. طبعا في الفيديو في الفيلم الوثائقي ام محمد عبد الوهاب كانت حاضره، كانت حاضره والتقتها الزميله روزان نصر والده اللاعب الراحل محمد عبد الوهاب، عبرت عن مشاعرها وهي بتلبي دعوه النادي الاهلي وتعيش هذه اللحظه مع اعضائه وجماهيره. نشوفها. برحب بيك زميلي محمد سعيد، وبرحب بيك طبعا كابتن هيثم السعيد، وبرحب كمان بكل مشاهدينا ومشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان، مكملين أكيد معاكم يعني الاحتفال بتاعنا بلقاءاتنا يعني. والحقيقة الدعوة الكريمة كانت لوالدة كابتن محمد عبد الوهاب، الحقيقة الله يرحمه يعني عمرنا ما ننساه، أكيد عمرنا ما ننسى قد إيه هو كان بطل يعني من أبطال النادي الأهلي. في هذه اللحظات معايا والده كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، برحب بحضرتك طبعا على شاشه قناه الاهلي، وبقول لك يعني مبسوطين جدا بالتواجد النهارده مع حضرتك. كلمينا بقى النهارده ايه رايك في الحفل، وكلمينا كده اول ما دخلتي كان احساسك ايه؟ حاجه عظيمه جدا، وان شاء الله من يكونوا 10 مقرات ان شاء الله، وحاجه عظيمه جدا وربنا يفرحنا دايما بالاهلي. أول ما شفتي الدعوة يعني كنت حاسة بإيه كده؟ يعني النادي الأهلي طبعا قيمة كبيرة جدا أكيد، لما شفتي إن هو هيفتح طبعا الفرع الرابع كنت حاسة بإيه؟ كنت فرحت جدا، فرحت فرحة كبيرة والله، وحسيت إن فعلا محمد ما ماتش وأنا هاجي ألاقيه هنا، وحاسة إنه في وسطينا. اكيد كلنا كان نفسنا النهارده ان هو يكون معانا، النهارده لو كان معانا كنت تحبي تقولي له ايه؟ انا حاسه انه في وسطينا والله. كنت حابه تقولي له ايه النهارده لو كان موجود؟ كنت حابه اقول له الحمد لله ان انت في وسط الناس الحلوه دي وفي النادي ده. كابتن سيد عبد الحفيظ دايما بيكون في تواصل بينه وبينك، يعني قول لنا بيكون التواصل في ايه وبيقول لك ايه طبعا عن كابتن محمد؟ كابتن سيد في تواصل بيننا وبينه، ودايما ما بينسناش بالتليفونات، وانا بشكرهم جدا هو والكابتن الخطيب، وما بينسناش والله خالص. نورتينا. وكابتن محمد عبد الوهاب اسم طبعا كبير عمره ما يتنسي، ده كان لقائنا مع والده كابتن محمد عبد الوهاب الله يرحمه، وبشكركم وعوده ليكم مره ثانيه.